عمليات الإرهاب هذه تقوم بها أي جهة كانت نتائجها ستكون معكوسة على العكس، وهذا مو ادعاء وإنما الواقع هو الذي يشير أن أعداد المتظاهرين أعداد المنتفضين مع هذه الأعمال على العكس يزداد تصميم يزداد عدد ويزدادون عددا. ومثل هذه الأساليب الحقيقة من يقصد بها أن يخدع على هذه الانتفاضة فهو واهم تماما، ونصيحة أن يكف عنها لأنه لن يكف الشعب على التظاهر أبدا. أولا إحنا نتوقع أن تقوم السلطة الفاسدة بكل إجراءات تخريبية اتجاه المتظاهرين لحتى تضعف معنوياتهم، لكن للأسف الشديد باء ظنهم بالفشل. شعب اتخذ قراره وقرر أن يزيل هكذا طقمة ما استفاد منها الشعب 16 عام. الشعب أصبح ضحية أحزاب تمردت على واقعها واستغلت الشعب بالعواطف وبالمسميات وبالطائفية والمذهبية واستفادوا. فالشعب قرر إزالتهم بدون أي قرار آخر، وهذا الشعب كله الحمد لله مع المظاهرات. أساليب الترهيب إحنا نناقشها ونسولف بيها، وحتى التفجيرات مال البارحة اللي صارت بساحة طيران وصارت بالناصرية كنا نتوقع أن تحدث. أولاً الترهيب موجود، لكن على الأجهزة الأمنية وعلى قيادة عمليات بغداد أن تحافظ على المتظاهرين وتضع حدود معينة للمتابعة المتسللين المندسين لأجل أن يغيرون مسيرة الواقع العراقي الجديد. هذا يقوي عزيمة المتظاهر وعكسها على الحكومة. المفروض يفترض أنه حفاظة المتظاهرين وسلمية المتظاهرين يتحملها رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية وقائد عمليات بغداد والناطق باسم رئيس الوزراء الفريق عبد الكريم خلف يقول للمتظاهرين أنه يسوون أعمال شغب. لا بالعكس، أنه يفترض أنه يأمن الحماية الكاملة بمسؤوليته إذا كانت في عجلة وإذا كانت في ستوتة وإذا كانت في علاقة وإذا كانت في أي حالة من الحالات. فعمليات بغداد مسؤولة بهذا اللي الانفجار اللي صار لأنه فوضى بداخل السيارات. قيادة عمليات بغداد تتحمل كافة المسؤولية، لأن يفترض أنه تفصل الأحزاب عن المتظاهر عن المندسين. يفترض أنه قيادة عمليات بغداد وزارة الداخلية مسؤولة 100% على هذا الملف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المتسبب الأول هو رئاسة الوزراء والأحزاب وناطق الرسمي باسم عمليات باسم قائد العام القوات المسلحة وقائد عمليات بغداد، لأن هم ناشين عناصر استخباراتية وأمن وطني وحفظ النظام. يعني وين هم هاي العناصر المنسوسة بين المتظاهرين اللي هم قتلوا وفجروا؟ هذول المتظاهرين الأبرياء اللي ضحوا بدمهم وبعوائلهم، وأغلبيتهم أيتام وأغلبيتهم فقراء وأغلبيتهم من الطبقة الفقيرة. ليش هسه ليش ابن الخضراء ما يتأذى؟ ليش دائما الفقير؟ ليش دائما ابن المسؤول اللي هو يسافر ويتونس بروسنا احنا الفقرة اللي جبناها ضيم وضيم، خاصة جيلنا جيل التسعين جبناها من وعينا على الدنيا لحد هذا يوم الله، خراب وحروب وما مفتهمين شيء من حياتنا. يعني جيل احنا التعليم مالنا زفت، ليش بسبب الحروب؟ يعني انا خريج ثالث متوسط ما اعرف بالانجليزي، ليش هذول اخواننا ندور على تعيينات وفايلاتنا وما ادري شنو وتالي متالي؟ لو عندك واسطه لو فلوس تطي تتعين، ما عندك فلوس ما تتعين. وابن الخضراء يسافر بدبي براسي. طبعا الاحزاب لها دور، واولهم من هدد الشعب على مود قاعد. منو انت تهدد الشعب كله على مود واحد يرمي على المتظاهرين؟ ثانيا الاحزاب كلها مسؤوله عن هذا الشعب وهم جاي مصون بدمنا. ليش يجون يخلينا وين الحوزه العلميه؟ وين الساده؟ ليش احنا مو ضحينا بفتواهم؟ ليش ما يجون يساندونا؟ ليش بس احنا وهاي الانفجارات منو جاي يطببها؟ وهاي العبوات منو جاي يدسها بين المتظاهرين؟ قام اللي جا من الخارج هو اللي ابن الحجب واللي عنده راتب قاعد وساكت بالبيت، وهذول ما عندهم رواتب ومعيشتهم زفت هو جاي يموت وجاي يضحي. اشكركم بارك الله فيكم، واتمنى من بقيه
بقيتكم هاي انتم الناس الطيبه اللي طلعون الصوره الواضحه، انا متاكد. احنا اليوم مظاهرتنا عراقيه شريفه نبيله، هي ليس بمظاهرات، انها ثوره عراقيه من البصره الى بغداد، مظاهره مليونيه عراقيه رافعين الاعلام العراقيه، ولكن اللا حكوميه يدعون بالحكومه، هم ليس بحكومه وليس بسياسيين، انهم ناس قمعيين يجيبوا لهم عبوه يخلوها بسياراتهم. افتهمنا الافلام مالتهم، يعتقلون الناس اللي تروح لبيوتها ترجع، يعتقلون عيب عليهم خليه يستحون. احنا اليوم نريد، لا ما نريد اي اصلاحات بعد، ما نريد هاي الوجوه، احنا نطالب تغييرهم، نريد حكومه جديده، ما نريد بعد لا شوارع ولا تعيينات. العراق قفل عليهم، بعد هسه لو يعينون العراق كله احنا بعد ما نريدهم هذول. هم قتلوا مئات الاف، 45,000 شهيد وجريح، الاف المعتقلين وينهم؟ احنا نطالب اليوم جسر السنك الحمد لله والشباب حرروه، صعدوا على جسر السنك واخذوا بنايه مال الجراج سيارات، وان شاء الله راح نتقدم يوم عن يوم لهم ونطب لهم للخضراء. سلميين عراقيين، لا صناعه لا زراعه، جوازنا الاخير بالعالم، جامعه بغداد كانت العشرين بالعالم، اليوم ما حد يعترف بها، جامعاتنا كلياتنا مدارسنا. يقول ليش توقفون المدارس والمعامل؟ هي عندنا معامل، عندنا زراعه، مدارس ما عندنا صار 16 سنه، اليوم لين موقفينها؟ احنا الطلاب هاي السنه ما يريدوها، يريدون عراق، ما يريدون هاي السنه. فالريد الريد من هاي اللحظه بانه الجماهير طلعت، ما تخوفنا بعد لا عبوه ولا هذا. اليوم احنا كنا نفتش، كنا عيوننا والله والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، ما نلبس درع، ظل احنا لبسنا القلوب على الدروع، يخافون من العلم العراقي. وما نريد هاي الاحزاب، لا يطلع فلان حزب اصلاحات، اي اصلاحات؟ ما نريد اصلاحات، احنا ما نريدهم، الملايين ما تريدهم، هذا قرارنا الاخير، هذا قرارنا النهائي. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، كلا كلا للاحزاب، كلا كلا للاحزاب. يا حاكمي كأن الحكم إيراني، أنت الرئيس أم قاسم سليماني؟ وهل أنتم أصحاب القرار به أم فزاعة وللدستور شيطاني؟ وهل أنت حقا يا رئيس منتخبا؟ أجب سؤالي فالشك أعياني، فإن الوضع ما عاد محتملا وبقاءكم في الحكم أدماني. أفي الدستور شيئا لسنا نفهمه؟ بأي دين حكمتم؟ بأي قرآني؟ يا قادة الجمع كفوا عن حماقتكم، كفاكم بالله زورا وبهتاني. أما للعراق قدير فينصفه، فقد قاسى من الأرجاس أزماني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك كل الأعمال القتل والقنص والخطف لا تقوم بها إلى جهة واحدة، الجهة اللي هو ضد الشعب، وأكيد الأحزاب والحكومة الاتهام موجه إليهم. ولكن اسمح لي أن أناقش الحكومة في جزئية يتحجج به على الشعب، وهي الدستور. وكما معروف أن الدستور، هذا الدستور الذي أصبح شماعة يتذرع به الحكومة، قد كتب في زمن وفي ظرف الشعب، شعب العراقي كان مغيبا وقد صوت عليه. ومن ديباجة الدستور يقول إن الشعب مصدر السلطات، كما كتبتم أنتم، قلتم إن الشعب هو المصدر السلطات. اليوم الشعب بأكمله خرج عليكم وضدكم ومن ضمن الدستور، فبماذا تتذرعون؟ الشعب يرفضكم، كفاكم ظلما. إذا كنتم تملكون ذرة من الإحساس والضمير والشعور والإحساس، فليخرج أحدكم في نص الجماهير إذا كان هو يمثل الشعب. الشعب رفضكم جملة وتفصيلا، ولا تتحججوا علينا بالدستور، لأن الدستور ليس قرآن منزل. آن الأوان أن تشعروا بمعاناة الشعب. ما هي منجزاتكم
ضمن الدستور. ما هي منجزاتكم؟ أتحداكم إذا بنيتم مدرسة واحدة طوال هاي السنوات الطويلة، أو بلطتم شارع، أو بنيتم مستشفى، أو معمل، أو جامعة، أو حي سكني، لا يوجد لديكم أي منجز على الأرض. وعليكم أن ترضخوا لمطالب الشعب، عليكم أن ترضخوا لمطالب الشعب. الشعب مل من عندكم، كافي كافي بلسان بلسان داعشية بلسان كافي. مسختوها يا أخواني. الله يخليكم، عوفوا الشعب، خلي يقرر مصيره. الشعب قرر مصيره، ما يريدكم ما يريدكم ما يريدكم. اني ابو اني واترجاكم يعني ذا بها. شنو الموضوع؟ الموضوع انخطف. اي والله من ساحه التحرير. من ساحه التحرير صار لك كم يوم؟ صار له سبعه ايام. هسه التليفون ما تلقلق يعني، ما نعرف هسه احنا، ما الجهه العلمية اللي ما نعرفه يعني. سمعتوا اي اخبار قريبه بعيده؟ شنو والله هسه على المستشفيات. اي والله دورت المستشفيات. وانتم اعلاميين، انتم بكم البركه ان شاء الله. شو تسوون عمليات تخريب؟ ايش ما تسوون؟ احنا صامدين وقويين وبعدنا بحيلنا وجاي نتكاثر ما نقل يا اخوي. انا اوصل رساله للموظفين وللطلاب، لابد انه تساندونا باعتصامكم وباضرابكم. عمي لا توصلون للتحرير، نريد منكم بس قعدتكم بالبيت اعتبروها كعطله. لابد هذه انه تصير، انه هذا يطبق باكر، ولازم تسوي اضراب. عمليه المشروع الجاذبيه ايها الطالب، اخي بعد ما يتم تغيير البلاد الى نحو ايجابيه، انت روح داوم. كل احنا طلاب، كل احنا نسجل حضور، وكل احنا نسجل غياب، وكل احنا يشيلون علينا مال القصد ما قصد. بس هم مثلك اخوتك هنا صار لنا 25 يوم غير على مودك وعلى مودي وعلى مود مستقبلنا ومستقبل اطفالنا. فيا اخي الاضراب 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 ثم الاضراب. اما ارجع لك لعمليه التخريب اللي يسوونها البلاد، يا اخي صدقني وثق بالله، انا جايب 3 اطفال وياي هنا صغار عمرهم 6 سنوات داوهم بالخلاني. كفي لك الله، واسه تروح على الخلاني صار لك يوم هناك موجود 3 اطفال ماشي. فماكو اي يعني هيك مجرد انه ردع من عندنا ما موجود. احنا صامدين، عايفين اهلهم، عايفين اطفالهم، والجاي هو وطفله، والجاي هو وبيته. ما يقدرون لو مو سيدزونا مفخخات، لو يدزونا هيك نار تشتعل بينا، احنا نبقى صامدين. احنا نبقى صامدين. ذول فروخ الملحه، ذول ما يفوت عليهم فواته. ذول فروخ الملحه، ذول الموت عندهم جوا رجليهم. هذا ابن المسجون، هذا ابن المعتقل، هذا اللي خبر عليه ابوه، انقلب على طريق النجف، انقلب 4 دقلات عبنا كذب واعتقلوا ابني سجن. والله اخبار كاذبه، والقران وحق ذول الشباب يعثرون. هم الحزبيه، اويلي الحزبيه، اويلي الحزبيه، هم وان شاء الله ننعلهم، ان شاء الله ننعل ايران. ايران ايران امريكان. والله ننعل والديهم فروخ الملح. ذولا واحد من عندهم يسوى امريكا ويسوى ايران ويسوى سود. عم واحد ياكله بشر، والله ناكله. عم واحد ياكلهم بشر. عم ذولا فروخ الملح، ذولا جابتهم امهم بالضيم، ذولا عيشتهم بدمها، ذولا عيشتهم 7 سنين خليها على ديس خاف يجوع، ما عدا اكل وخاف يجوع وكبرتهم. الاحزاب الفاسده ذولا دمرتنا، ذولا ان شاء الله الاحزاب الفاسده نقضي عليهم، نقضي عليهم ان شاء الله. هاي العمليات ما تخلي المتظاهر يتردد او يرجع للبيت، بالعكس راح تزيده قوه وصار على تحرير الشعب من هيك حكومة فاسدة. اللي يسوي هيك عمل هاي الأحزاب الموجودة اللي بداخل العراق،
يعني الحكومة ما تعرف بأن هذا اللي يقتل واللي يفجر منه؟ ما معقول هذا الشيء، لا يعقل. ويقول لك حدث العاقب ما لا يعقل، الشيء معروف، بس هم يسوون هاي التغطية اللي يوهمون بها الشعب. الشعب أذكى، يعرف هذا الشيء ويفتهم هذا الشيء، وراح يصير بعد أكثر مظاهرات وأكثر إصرار. نبقى صامدين ونبقى شعب نظيف وشعب واعي زين، وما محتاج ذولا. واحنا نقول عليمن، احنا نقول عليمن على عادل عبد المهدي اللي خطب خطابه اول بدايته، قال انا اريد شاشات بساحه التحرير، واريد كاميرا صوره وصوت، وانا راح اجتمع ويا البرلمان، راح اقول لكم يا لي عارض عن الشعب. ليش ما طلع يحكي؟ شعب فيه شعب هو اللي خلاه، هذا اصبعنا بقى، احنا غطيناه واحنا اللي خليناهم بالكراسي. زين، النفط نفطنا والنفط نفط الله، مثل ما ياخذ يطلع حق الشعب. هاي العالم المساكين هسه اللي هسه بيوته عايفته، والشعب تعبان، ولكن مو تعبان، شوف هسه الاكل والشرب والماي وشي قاعد يشيل شي. زين، ما يباعون هم، ما ينظرون؟ انت من قعدتوا اللي غادي هصوركم اللي المالكي وغيره زيولا والابراهيمي زيولا، وكلهم صورهم تعبانه ما عندهم. هسه قام كان هذا، شفت البلوز هذا؟ كان ما يلبسه، هسه قاعد يلبس لقاط ورباط يتحدث بفلوسنا بتعبنا. زين، احنا جايين سلميين، احنا ما عندنا لا سلاح لا شيء، عندنا علم عراقي نحكي بيه، نقول احنا سلميين ما عندنا شيء وياكم، اعطونا حقنا، الماء عندنا نطول، اعطونا حصتنا من النفط، حالنا حال الدول، حالنا حال الخليج، حالنا حال الكويت. ليش هسه يطلع قشق برا؟ بس خلنا خدمك، ليش يطلع برا هسه قشق؟ زين، لا هناك يعطونا سكن ويعطونا حصه من النفط ويعطونا، منين يعطونا؟ من عندنا؟ ايش عجب هناك يعطونا ما يعطونا؟ ليش؟ زين، احنا نريد حقنا، ما عندنا كلش، لا حكومه نريد ولا برلمان، البرلمان شيء ما نريده. زين، هل الاحزاب يعني مشاركه بهذه عمليات الطمع والتخريب؟ نعم، الاحزاب كل الاحزاب ما نريد، احنا حزبنا حزب بس الله. زين، ما عندنا كل شيء. زين، كل حزب احنا ما نريده، كلهم ناس، كلهم احنا ما نريد الغلط، عيب الغلط، لان احنا مؤدبين عراقيين، ترى غيره عندنا وحضاره وشرف وغيره. زين، وما عندنا ثقافه وعلم عندنا، ما نغلط احنا، بس احنا نريد حقنا، كل شيء ماكو. والسلام عليكم. رسالتي الى مزدوجية الجنسيه، ورسالتي الى الرؤسات الثلاثه، ورسالتي الى الاحزاب، مهما عملتوا ومهما فجرتوا ولو استطعتم تاتونا بالدبابات والطائرات تقصفونا، فهذا موتنا هنا، ولا نتحرك من هنا قيد إملة نهائيا. يا مزدوجية الجنسية، ونداء إلى الشعب العراقي، يا شعبنا يا عراقي، الجاي حكمنا مو عراقيين، العباد جنسيته بريطانية، عادل عبد المهدي جنسيته بريطانية، سليم الجبوري جنسيته قطرية، المهم يعني ماكو جنسية عراقية تحكمنا. احنا الآن حاليا يحكمون، اكو شرط على اللي يحمل الجنسيه مثلا البريطانيه، ان كان دينه مسيحي فبريطانيه يحلفوه بالمسيح انه ما يخون بريطانيا ويعمل من اجل بريطانيا. اذا هذا لما يجي للعراق يشتغل بالعراق، ولاء للعراق كلا، ولاء الى بريطانيا. هذول السفله الحقراء اللي جوعانين وجوا اللي هنا سرقوا اموالنا، سرقوا اموال الشعب العراقي، لك بيوت، احنا العراقيين نسكن بيوت مالطين، صفيح تنكاس، صفيح بيوت العراقيين، صفوف المدارس ولكم المدارس مال العراقيين، بيوت مالطين، كل 60-70 طالب يسكنوا بصف واحد، كل أربعة على رحلة، ولكم يا جبناء يا حرامية حسوا، بس إذا ناديت لا حياة له فهو ما عنده حياة، ما يستحون، ما نريدكم. الشعب العراقي 40 مليون يقول لك اطلع، ما اريدك، انت ما تستحي، ما عندك غيرة، ما عندك احساس، ما عندك شرف، اطلع، ما نريدك. يا شعب تردونهم؟ تردون الحكومة؟ تردون الرؤسات الثلاثة؟ تردون الاحزاب؟ ما نريدكم، مريدكم، اطلعوا اتركوا العراق، مريدكم. الاحزاب السارقين، من جاي يفجر؟ الاحزاب الجاي تفجر، البارحه ساعه التحرير من فجر؟ الاحزاب بالناصريه البارحه من فجر؟ الاحزاب ذولا منتفعين، حراميه سراق يسعدون بلبله
على اساس نحن نتحرك نترك المظاهرات، لا كلا والف كلا. انا اموت تقول مفخخات، مفخخات تجيبون، دبابات تجيبون، طائرات تخطفون، ما نتحرك. وانا عندي امنيه بحياتي، عندي امنيه بحياتي اتمناها، ما اريد فلوس، ما اريد بيت، اريد اربط الحلبوسي بسيارتي واشده من رجليه واجوب عليه افتر بشوارع بغداد. وهو شلون سحله امور السعيد؟ انا اريد امنيتي امنيتي اسحبه من رجليه بالسياره وافتر بيه. خسر فلوسه، خسر فلوسه، اشترى المنصب بفلوس. احد ثكاني بكل صراحه، هذا عادل عبد المهدي استعان بخلف عبد الكريم خلف، هذا اللي غطى له بالزويه، هسه يريد يغطي له بالمظاهرات، هاي دهاليزه. بس انا اقول له نباح الضباع لا يخيف ازير الاسود، وجايكم العرين، جايكم العرين ما يخوفنا، احنا بافراحنا واطلاح وكلها بكلها احنا نطق طلقات، ما تخوفنا هاي التفجيرات مالتك يا عادل عبد المهدي وسوالفك كل الخلصين. عرفت الشعب كله رفضك، رفضك جسم رفضك هذا. فانت حاول بمنطق وبمعروف ان تنسحب من هذا الشعب وصيحته، ترى يطبوا لك الخضراء يجروك جر والله، لعنه الله عليك، لان انت مسؤول في الدنيا وفي الاخره. نحن نقول لهم احنا نزيد عزيمتنا، شفنا نزيد انفجاراتهم واحنا نزيد اكثر، واليوم الصبح اخذنا جسر السنك، نص جسر السنك من عندهم قدمنا عليهم، وان شاء الله العزيمه موجوده وشبابنا موجوده. الطرف الثالث هم احزابهم الفاسده الذي تدعمهم جهات إيرانية وصفوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما بعد، بالنسبة للحال اللي قاعد يصير بالتحرير، هو هذا عمل بحال ذاته، سواء كان واحد يجي بنفسه، سواء كان واحد يجي بمؤسسته ويجي بالجهة اللي تمثل بيته أو الجهة اللي تمثل المكان اللي جاي منه وينتمي له، هو بحال ذاته هذا عمل. فكل مواطن يعبر عن رأيه، يمثل دوره، يناقش الوضع الحالي بأساليبه وصورته الخاصة، برؤيته اللي الزاوية اللي ينظر من عندها هو للمشهد. بالنسبة للانفجار اللي صار البارحة، يعني هو ما يقلل من قيمة العراقيين وموقفهم الثابت، أسوة ببقية الانفجارات اللي صارت، سلسلة لحوادث معينة صارت، منها مجزرة سبايكر، الدتشة اللي سال عليها الدماء البارحة نفس الدتشة اللي سال عليها دماء شهداء سبايكر، ما تختلف نهائيا. بالنسبة للقمع اللي يصير من قبل الحكومة للمتظاهرين، هو مو طير دجاج، هذا عنده أم وعنده أخت، مثل ما أنت عندك أم وأخت وابنة بثانيتك. مع الأسف عليكم أنتو موقفكم يعني يختلف عن كل الدول، ما وقفتوا بالحياد، أنت عندك أوامر تنفذ أوامرك، لكن بنفس الوقت قدامك أخوتك، وهذا دم عراقي، عيب من يسيل دم العراقي على أياد عراقية، جداً عيب.
قرار. وهذا الطشه وهذا صفحه شو اسمه؟ يعني هو خليها بتك تك تك زارع تك تك.